وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قطاع غزة دكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. دكتور عبد العزيز، نرحب بك ونعلن دعمنا المتواصل معكم. ما هي الأوضاع الآن ميدانيا داخل مستشفيات قطاع غزة؟ بداية أسعد مساكم. أنا الطبيب دكتور عبد الجليل حنجل، أنا أتحدث لك من نابلس، أنا متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. نعم. بداية بخصوص الوضع في قطاع غزة، الوضع الطبي بشكل عام هو كارثي على عدة مستويات، على مستوى الخدمات الإسعافية، على مستوى المستشفيات، على مستوى الاحتياجات للنازحين. جميع هذه المستويات هي الوضع فيها كارثي. نحن نتحدث مثلا عن سيارات الإسعاف، الليلة تم استهداف سيارة إسعاف أخرى تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني فخرجت إلى الخدمة وانضمت إلى 5 سيارات أصلا خرجت إلى الخدمة بسبب الاستهداف، وهناك 3 سيارات تابعة للهلال الأحمر توقفت بسبب نقص الوقود. أيضا على مستوى الطواقم الإسعافية استشهد 4 من المسعفين خلال العدوان الأخير الذي يحدث في قطاع غزة، واستشهد 112 كادر طبي حسب وزارة الصحة الفلسطينية. على صعيد المستشفيات، نحن بداء على إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية هناك أكثر من 20,000 إصابة موزعات على مستشفيات، بعضها خرجا من الخدمة بسبب نقص الوقود أو المستهلكات. 12 مستشفى خرجا من الخدمة من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، هم خرجوا عن الخدمة بسبب لأسباب مختلفة. الوضع العام هناك عدد كبير من الإصابات يتلقون العلاج في المستشفيات في أقسام العناية المكثفة والأقسام الأخرى. بعض المرضى لا يوجد لهم أسرة حيث أن المستشفيات تعمل بأضعاف طاقتها الاستيعابية بسبب كبر العدد المصابين. طيب، إذا تحدثنا في ظل الأوضاع التي ذكرتها دكتور عبد الجليل، أهم الاحتياجات التي تحتاجها مؤسسات الطبية في قطاع غزة وفي فلسطين عموما؟ يعني في بداية العدوان كانت الاحتياجات محددة، ولكن اليوم الاحتياجات هي كاملة. نحن نتحدث عن كل شيء، من الشاش إلى الأدوات الطبية إلى المواد الطبية إلى الأدوية الطبية إلى الأجهزة الطبية إلى الوقود. الوقود اليوم يتساوى مع الدواء، الوقود اليوم هو بأهمية الدواء وبأهمية المستهلكات. نحن نعلم أن سلطات الاحتلال حتى الآن تمنع دخول الوقود، وكمل 118 شاحنة التي أدخلت عن طريق الهلال الأحمر المصري هي لا تحمل الوقود، فبالتالي الوقود في حال توقف، نحن نتحدث عن توقف لمحطات توليد الطاقة، فبالتالي سيلحقها محطات توليد الأكسجين، وبالتالي سيلحقها أجهزة التنفس الاصطناعي، الحاضنات، كل شيء سيتأثر بسبب هذا النقص بالوقود. فبالتالي الكوادر الطبية أيضا أنهكت. نحن نتحدث عن الطواقم الطبية لم تغادر المستشفيات منذ 3 أسابيع. يعني هنا كنت أتحدث دكتور عبد الجليل، يعني كنت أود أسأل عن الجانب المتعلق بالرهان على العنصر البشري داخل المنظومة الصحية بوجه عام في قطاع غزة وفلسطين. الكوادر الطبية التي تعمل الآن تحت هذه الضغوط جميعها، يعني احتياجكم للكوادر الطبية، وقد دخل قبل أيام عدد من هذه الكوادر إلى غزة. نعم، دخل 10 أطباء اختصاصيين في طب الحروب والجراحين يتبعون للصليب الأحمر الدولي، دخلوا عن طريق المعبر نعم صحيح. ولكن أنا هنا رسالة أسجلها للعالم وللتاريخ، الجهود التي تبذل من قبل الكوادر الطبية في قطاع غزة هي استثنائية. عندما نقول أن طبيب يعمل من 3 أسابيع دون توقف، يسترق الساعة الراحة سرقة ليرتاح لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم ويكمل ما هو قائم عليه. عشرات الفيديوهات التي نشرت لطواقم طبية تلقت أحبابها وأفراد عائلتها شهداء داخل المستشفيات التي يعملون بها. من فينا يتحمل ما يتحمله الكوادر الطبية؟ الكوادر الطبية اليوم تبذل جهود كبيرة جدا 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 في المقارنة مع الموارد القليلة جدا جدا. فهذا بحد ذاته هو رسالة تصل إلى الجميع، أن هذه الرسالة الإنسانية التي يحملها الأطباء والكوادر الطبية بشكل عام والإسعافية هي رسالة إنسانية يجب الاستمرار فيها لتحقيق أقل ما يمكن من حقوق الإنسان، وهو الرعاية الطبية. أخيرا دكتور عبد الجليل، هناك من يشكك في أعداد شهداء غزة وشهداء هذه الحرب على أهالينا في غزة،
بماذا ترد عليهم؟ يعني في علم الرياضيات نحن نعلم ان قطاع غزه كجغرافيا هو على مساحه صغيره جدا، ولكن هم اكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشوا في هذه المساحه الصغيره. اين ذهبوا؟ هنا نسال اين ذهبوا هؤلاء؟ فنحن عندما نقول نازحين نزحوا الى 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 مدارس، اذا الى 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 مستشفيات، الى مساجد، نزحوا الى مناطق بالنسبه لهم يعتبرونها امنه. هم ينزحون بالالاف. انا اتحدث مثلا عن مستشفى القدس التابع لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني، يضم بين جنباته حسب ما اعلن مدير المستشفى اكثر من 14,000 نازح. كم ستكون مساحه هذا المستشفى؟ فعندما نقول 14,000 شخص يتواجدون، هذا غير عدد المرضى، غير عدد الكوادر الطبية، غير عدد الوافدين من الوفود الطبية وغيرهم. نحن نتحدث عن عدد كبير جدا في مساحة صغيرة. نعم. فبالتالي سنجد أن هو المعلن حتى الآن، يعني ما زال هناك بالتأكيد هناك شهداء آخرون تحت الأنقاض، ولكن أريد أن أطمئن من حضرتك دكتور عبد الجليل في آخر المكالمة، هل عاد الاتصال بينكم وبين غرفة الهلال الأحمر في غزة؟ هو عاد بطريقة جزئية، لأن الانقطاع الذي يحدث هو له علاقة بمولدات وله علاقة بشؤون لها علاقة بالاتصالات، ولكن الليلة حدثت انتكاسة أخرى على مستوى الاتصالات خاصة في منطقة شمال غزة، أدت إلى انقطاع وصعوبة شديدة في التواصل مع طواقمنا الطبية. وأيضا هناك المخاطرة الأخرى هي الوصول إلى المواطن الفلسطيني للخدمة الإسعافية. الخدمة الإسعافية تقدم عن طريق سنترال 101، 101 هو المسؤول عن هذه الخدمة، فبالتالي المواطن لن يستطيع التواصل مع خدمة الإسعاف لتحديث الحالة المرضية. نحن لا نتحدث عن القصف فقط، الحالات المرضية هناك عشرات الاتصالات بالوضع الطبيعي، تصل الهلال الأحمر الفلسطيني يوميا بالوضع الطبيعي عن حالات مرضية. هم لن يستطيعوا التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني بصورة طبيعية. الخطوط بشكل عام ما زالت تشهد مشاكل عالية، هناك انقطاعات جزئية أو كلية في بعض المناطق، فبالتالي ما زالت آلية التواصل والاتصال نواجه فيها مشاكل كبيرة. نعم، يعني لعل القادم يكون أفضل. الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.